إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. يا أستاذ فؤاد، كلمتين وبس كانوا أجمل كلام، كانوا الكلمتين بيأثروا في الناس. النهاردة الناس محتاجة كلام كتير، كلام يغير حاجات كتير، حاجات كتير قوي يا أستاذ فؤاد. هذا البرنامج برعاية وزارة التضامن الاجتماعي. سيد أفندي ركب عربية عبد أفندي عشان يوصله البيت. المفروض أن سيد أفندي راجل شجاع، راجل قلبه حديد وأعصابه فولاذ. بعد الركوبة دي سيد أفندي حس أن قلبه اتخطف 20 مرة وأن أعصابه تلفت. بعد ما ركب العربية عبد أفندي طلع بيها في الشارع، جاي من بعيد ميكروباص حيطص فيهم. سيد زعق على عبده فندي، قال له حاسب يا عبده الميكروباص هيطص فينا. عبده قال له بس ده طريقي مش طريقه، المفروض يستناني لما فوت. سيد قال له ده مش وقت البحث عن طريق مين، سيبه يعدي يا راجل سيبه، مش عايزين نعمل حادثة. استنى عبده فندي لحد الميكروباص معدى وفات، بعديها طلع هو ومشي شويتين وكسرت عليهم عربية نص نقل شايلة ازاز وحديد. سيد قال له خلي بالك من العربية دي يا عبده. عبده قال له واخد بالي منها يا سيد. بعد دقيقتين كانوا هيطصوا في تاكس وقف فجأة علشان ياخد زباين. عبده ضرب فرامل وسيد افندي اتشاهد على روحه. طب الحمد لله ان عبده لحق يدوس فرامل، ده في ناس ما بتلحقش تدوس وبتفوق تلاقي نفسها في المستشفى. ويا ريتها جت على التاكسي يا استاذ فؤاد، ده دلوقتي في التوك توك بيمشي براحته على الكورنيش وفي وسط البلد عكس الطريق عادي، والعربيه بالحمار تلاقيها ماشيه على الكوبري ومعطله المرور عادي، ومطالع الكباري وكلها بقت مواقف للميكروباص، وتلاقي الطريق كله واقف عشان ميكروباص بيحمل زباين وسادة الكوبري، او تلاقي سواق تاكسي وقف فجأة عشان يركب زبون معاه. اذا حد قال له ما يصحش الوقفة دي يا اسطى انا كنت هعمل حادثة، سواق التاكسي قال له معلش يا سيد هاخد زبون اكل عيش بقى هنعمل ايه. انا ديك النهار ركبت تاكسي ما تتصورش حصل لي ايه. حصل ايه يا استاذ؟ اولا التاكسي كله بيشخشخ وبيطلع صوت الا الكلاكس، زي ما يكون حاجه مفاصلها سايبه. وبعدين السواق بيجري زي ما يكون في سبق مجهول وضروري يسرع. الناس ماشيه في الشارع عادي كانهم ماشيين في الصاله في بيتهم عادي، وتضرب كلاكس مهما تضرب ليه ولا هو هنا ماشي يتمخطر قدام العربيات ومعدي من مكان مفيش فيه عبور مشاه كانه عاوز ينتحر. سلوك الناس في الشوارع بقى غير معقول يا استاذ فؤاد، بقى اوحش كتير من على ايامكم كمان، مع ان الشوارع وسعت والكباري كترت والمرور بقى اسهل، بس سلوك الناس للأسف هو ما تغيرش. مرينا على باب الحديد اللي هو ميدان رمسيس، اللي شفته في الميدان ده أثناء عبوره حاجة ما تتوصفش. الناس ماشية وسط العربيات والعربيات ماشية وسط الناس، وكله بيصرخ وبيصرخ وبيهاتي. العربيات بتزمر على آخر حسها، والناس رخرة بتزعق على علو صوتها، والميدان عامل زي ما يكون كابوس من كوابيس الأحلام. حسيت إن أنا عايز أصرخ أنا كمان. بعد ما عدينا الميدان قلت الحمد لله، حمدت ربنا على إنه نجانا منه وعرفنا نعدي. اللي حضرتك شفته في ميدان رمسيس ده اضربه في 10 لو رحت ميدان العتبة. فاكر حضرتك العتبة الخضرة الواسعة بتاعت فيلم أحمد مظهر وإسماعيل ياسين؟ فاكر مبنى البوسطة الجميل ومبنى المطافي والمسرح القومي ومسرح الطليعة والعرايس؟ كل ده ما تقدرش تشوفه دلوقتي من الفوضى والزحام والبياعين اللي احتلوا الميدان والأرصفة وعربيات نقل البضائع والتاكسيات والترسيكلات، كله على بعضه وكله على كيفه. الناس بتسوق على كيفها أحيانا وبالعافية في أحيان أخرى، لكن في جميع الأحوال كل واحد ماشي تبع هواه مش تبع قانون المرور.
المفروض يبقى فيه رقابة مستمرة في الشوارع، شرطة بالموتوسيكلات علشان تشوف اللي بيسوقوا على مزاجهم ويعملوا حوادث دول ايه، ويسحبوا منهم الرخص ويحرموهم من السواقة. بيحصل يا أستاذ بيحصل، ودلوقتي الغرامات بقت جامدة وقانون المرور بقى أشد من أيامكم، ومع ذلك تقول إيه للناس اللي تعودت على الفوضى وعايشة بالفوضى، وفي الآخر ومهما عملت وحذرت وعاقبت ودفعت غراماتهم برضو مفيش فايدة. المهم الوعي يا أستاذ، وعي الناس أهم وقبل أي قانون. بدون وعي يا سادة هتستمر مخالفات المرور، وحيستمر الزحام والفوضى، وحتحصل حوادث، وحيمشي الحمار فوق الكوبري، وحيفضل سيد فندي وعبده فندي كل ما يسوقوا عربياتهم يتعذبوا في الشوارع، مش كده؟ ولا نقول كمان اتبرع لأبناء مصر من الأيتام على حساب بنك ناصر الاجتماعي 22-1-24 تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي. كلمتين وبس. فؤاد المهندس، عمرو الليفي، أحمد بهجت، محمد الشبه، تامر حسني.